والله انا كنت مفكر اللي انا موجود فيه ده امن بيت في لعبة ماينكرافت، لحد ما كتبتولي في الكومنتات على الفيديو الاخير يا ام كامل في قروي بيبيع بيت متحرك، والبيت المتحرك بيدافع عنك وكمان بيمشي وكمان يقدر يروح معاك في كل حتة وبيساعدك في التنقل في كل مكان بكل سهولة. كل ده عند القروي اللي قلتلكم عليه، والمفاجأة ان النهاردة جاي لنا ابن سلندر مان. ابن سلندر مان جاي ينتقم لابوه اللي احنا عملناه فيه اخر مرة لو تفتكروا، هو مع انه قتلني وكده وبتاع، بس ما تقلقوش مكمل عمل معاه الكوكو نو. فالنهاردة يا شباب بنات ابن سلندر مان هيحاول ان هو يبص يخلص عليا بأي طريقة. فعلا النهاردة يا شباب زي ما انتم شايفين لو تفتكروا البيت ده اللي انا وسحس وكلنا قلنا عليه أأمن بيت في لعبة ماينكرافت حرفيا. انا ما كنتش مصدق ان في بيت أأمن من كده، ولكن طلع ان في بيت أأمن من كده بكتير. يعني شوفوا ده بالرغم ان هنا موجود عندك التلفزيون يعني ده المكان اللي فوق، طبعا ملوش اي ستين لازم ما بيبقاش امن خالص. اهم حاجه البيزمنت بتاعنا او اللي هو المكان السري بتاعنا، شايف هنا عامل لك اله تطوير وتقدر تفتح كده اماكن سريه بقى حكايات حكايات. شوف 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 اللي طلع هنا، شوف 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 اغراض ولابس وطور يا برو. يعني انت مش مستني اي حاجه، تحط اكس بي وطور على طول، حط الصندوق ده تاني حركات بركات. ده انا قلت عليه امن بيت في لعبه ماينكرافت، حتى كل الاغراض اللي موجوده فيه تقول لك ان ده امن بيت في لعبه ماينكرافت. بصوا بالنسبه للاكل، بص بص كيتشن لايتس، تقفل النور بتاع الكيتشن، تقيد النور التاني بتاع الكيتشن على طول يا برو. الموضوع حلو قوي هنا، وانا كنت مفكر كده. بصوا امال هتيجي هنا يا عيال، انا ما كنتش مصدق ان هيبقى في بيت امن من كده، ولكن طلع ان في بيت امن من كده اللي هو البيت المتحرك اللي قلت لكم عليه. حتى تعالوا بصوا البيزمنت هنا، ده اللي خلاني اقول ان ده امن بيت في ماينكرافت، ان هنا في باسورد وهنا طبعا في اكس بي زي ما انتم شايفين. تطلع كده تجيب اكس بي، ممكن تطور السيف بتاعك وتظبط وضعك. وكمان هنا في فارمر، عارفين يعني ايه فارمر؟ يعني اي حيوان او وحش بينزل هنا بيموت على طول، وبقدر ان اخد اغراضه بتجي لي هنا. متخيلين ده فارمر ايه داون هير دي؟ اوه ده اللي بقت البين موب ده، خلي معايا ده، ده خلي معايا ده، ده انا احتاجه ده، ده انا احتاجه ده. طبعا باسورد زي ما انتم شايفين، ممكن نعمل كده بعد كده كده بعد كده كده كده، المفروض انه يفتح. ايوه يا سلام، اتوقع ان هو فتح كده تحت. ياب 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 فتح تحت زي ما انتم شايفين اهو، وجايب لنا الثدييه هنا، وفي ورا في ورا الباب ده باب سري شايفين اهو، شفتوا؟ عشان كده قلت على ده امن بيت، وكلنا قلنا ان ده امن بيت مش صح؟ حتى انتوا حطيتوا لايك على المقطع اللي فات ان ده امن بيت، ولكن انا بقول لكم دلوقتي حطوا لايك على المقطع ده واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، عشان انتوا الوحيدين اللي هتساعدوني ان انتقم من ابن سلندر مان اللي جاي يعمل معايا كوكو كونو. ولكن ام كامل انتوا عارفين يعني انا مش هسكت على الموضوع ده، يعني مش انا اللي تعمل معايا كوكو كونو. افتح لي باب. او ماي جاد، مين ده يا دول؟ تبع تبع ابن سلندر مان، تبع ابنه تبع ابنه تبع ده مش ابنه، بس دول تبع ابنه. او ماي جاد، هما فين تحت؟ يوب يوب، شوف بيبص عليها ازاي. اوكي فين الكروي؟ فين الكروي؟ الكروي كان هنا على فكره. استنوا بقى استنوا بقى، عشان احنا عندنا مهمه دلوقتي، التسلق على البيت ده. او ماي جاد يا ام كامل، او ماي جاد. اوكي اوكي اوكي، الكروي هنا. ايوه ايوه هو قالوا عند الحصان ده، كلكم كتبتوا لي تحت في الكومنتات يا ام كامل عند الحصان. اوكي مفيش حد عند الحصان، شوف شوف عايزين يقتلوه يا شباب عايزين. وده واقف لي هنا، مفيش غيركم ولا ايه ورايا؟ ايه ده، ده في كل حته، انتوا جايبينهم ليه في كل حته ولا ايه؟ ايه ده ايه ده بقى؟ طب وده يتعمل فيه ايه؟ بص انا عندي فكره اسطوريه، شايفين هو راح ناحيه الكار او وقف تحت البتاع بتاعتي تمام. احنا ممكن نروح نشوف الكار وحاطط ايه، ناخده ونجري على طول، فاهمين حاجه؟ يعني ايه مثلا كده اهو، فاهمين فاهمين فاهمين، نعمل كده 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 بس. الله عليك. اوكي انت واقف لي هنا، دخل عند الكروي ولا لقيت الكروي ام كامل؟ ايوه لا ما بيقتلوش، ده بيتكلم معاه. طيب شايفين الكتاب ده؟ الكتاب ده احنا لازم نسرقه. ايوه الكتاب ده لازم نسرقه دلوقتي. ايه ده، مين ده هو كمان؟ لا ده مش ابنه، ده مش ابنه، ده مش ابن سلندر مان، ده مش ابن سلندر مان خالص. اوكي بصوا هناكل جولدن ابل عشان دمي بس تمام. ايوه زوجي قلوبي، انزل هات اجري، حط رجلك حط رجلك، كلهم ورايا كلهم ورايا. او ماي جاد او ماي جاد، طلعوا 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 طلعوا، الحمد لله الحمد لله. طب انا عايز اخش في اي حته ولا اعمل ايه اعمل ايه؟ اروح فين اروح فين؟ استنى 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 بس، صل على النبي صل على النبي عليه الصلاه والسلام، صل على النبي عليه الصلاه والسلام. طب حط لايك، طيب انت حط لايك واشترك في القناه. هي 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 هي. اوكي كان في سلم خلف هنا، كان في فضي حمام السباحه ده. لا انا مش عايز اكسر البيت عشان ما يدخلش.
هيدخل هيدخل. دخل دخل دخل. ها 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 تفضل تجري ورايا في البيت. اروح قلت لكم ده مش امن بيت في ماينكرافت، محدش صدقني. وسع كده. هو جاي؟ اوكي لا مش جاي مش جاي مش جاي. خلينا نقفل دي وبسم الله الرحمن الرحيم نفتح الكتاب. ميك ايرون جولم. وات ده عايز نعمل ايرون جولم؟ ده بيهزر ده ولا ايه؟ اوكي اوكي عندنا في البيت هنا تقريبا الاغراض اللي تخلينا نعمل ايرون جولم. اوكي عايزين ننزل تحت البيزمنت. اوكي يلا بسم الله. اوكي عايزين ننزل تاني. اوه ماي جاد انا قافس انا قافس انا قافس انا قافس انا قافس انا قافس انا قافس. ده جاي ورايا ده جاي ورايا ده جاي ورايا ده شافني. اوكي دي البورتال دي تقدر تقيدها كده البورتال، بس احنا مالناش دعوه بالبورتال دلوقتي. اقفل ده. اوكي دول اتوقع شكل كده فاهمين ازاي. اوكي هنا عندنا النور تمام. اقفل النور عشان ما يشوفنيش. تمام يلا بسم الله. كرافتنج. اوكي خلينا نخش على الكرافتنج خلينا نخش على الكرافتنج. احنا عايزين يا شباب نعمل ايرون جولم. اب داون 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 داون. اوكي يلا بسم الله. فين الايرون؟ عايزين ايرون. انا عايز كميه ايرون كبيره قوي. ايه ده فين الايرون؟ الو عايزين ايرون يا شباب. يعني اشوف الكروي ده لما اديله ايرون هيديني ايه؟ او لما اعمل ايرون جولم ايه اللي هيحصل؟ اتوقع ان الايرون جولم اللي هيطلع ده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هنا في لابس لازولي. طب انا كده كده معايا اكس بي صح؟ ممكن اطور السيف اللي معايا ده تاني؟ ما اقدرش. اقدر اطور السيف جديد طيب؟ اقدر يا شباب. بس شاربس 1 شاربس 1 يعني مش اتاك دامج زي ما هو يعني دوبك ضفت تطويره بس. اوكي الايرون اهو. بس فين الشيست بتاع الايرون؟ انا عايز الشيست بتاع الايرون دلوقتي. اوه ماي جاد بليز يا رب. فين الشيست بتاع الايرون؟ ايه ده في زرار هنا. اوكي ايه ده؟ اوكي ده دخل البتاع جوه. اوكي مش مشكله مش مشكله انا ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا عايز ايرون. ايوه ايرون. اوكي طب ده ايه؟ اوكي انا فاكر ان ده شيست فيه فلوس دايموند. ده لا عايزين ايرون ايرون بليز ايرون. اوكي هنا ايرون اتوقع ان هنا في ايرون. اوكي بوت مش عارف ايه شيست. اوكي لا 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 عايزين ايرون يا شباب. اوكي انا شايف هنا في حاجه ورا. اوكي لا ده هو مكسر وراه كده. ايوه اتوقع ان هنا في ايرون. لا هنا الاكل هنا الاكل هنا اكل. اوكي اوكي طب خلينا ناخد البيكاكس خلينا ناخد البيكاكس يمكن نستفاد منه بعدين. اوكي هنا مفيش ايرون خالص. اوكي طب بصوا خلينا نخرج من هنا ونروح فين بقى؟ نروح ندور على الايرون. هنعمل ايه؟ هروح ندور على الايرون. يعني كل ذنبي ان انا عايز بيت امن كل ذنبي ان انا عايز. بس مش مشكله مش مشكله قبل ما يجي ابن سلندر مان ده ويخلص عليا اكون انا ظبطتها ده. اوكي هنا اتوقع هنا كان باسورد برضو. اوكي 2 4 9. اوكي ده 2 1 2 3 وده 4. لا ده 4 تاني تاني. عايزين نعمل ريسيت 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 ريسيت. اوكي 1 2. اوكي ده من فوق 1 تمام. يبقى 2 4 9 يبقى 2 4 6 9 يب المفروض كده صح. وات المفروض ان هو كده صح. طب خلينا نعمل ريسيت تاني. اوكي بيقول لك 1 2 3 4 يبقى 2 4 9 تمام بالراحه. ادي الاثنين وادي الاربعه ودي 6 8 9 كده صح المفروض. فتح ايه؟ فتح ده صح. ايوه فتح ده ايوه فتح ده ستورج. ايوه ايوه عايزين نروح للستورج. بالله عليك وديني للستورج. ايوه يا سلام عايزين ايرون. ايوه يا سلام اتوقع انا وصلت الغرفه فيها ايرون. لا دي استكات بلي. اوه دي بتاعت البوشينات. لا احنا عايزين يا باشا ايرون يا باشا. اوكي اتوقع ان هي دي. اوكي الاستورج اهو. فين بقى الايرون؟ مفيش ايرون صح؟ مفيش. الله يسامحكوا الله يسامحكوا. ده ما ينفعش اامن بيت اصلا اصلا ده ما ينفعش. نزلني يا حاج نزلني. طب نزلني طيب. طب انزل منين؟ انزل منين؟ اتوقع من هنا. يب من هنا. ما ينفعش ده امن بيت ما ينفعش طب ما فيهوش ايرون كده. خلاص خلونا نطلع من هنا. يلا بسم الله اطلع مكمل. اطلع 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 اطلع. اوكي طب واو استنى بس استنى. لا قتلني 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 قتلني. انا كنت عايز البيكاكس. ايوه انت بتبص عليا ليه كده؟ على فكره انا معايا حق البيت الامن. اوكي خلينا نبعد عنهم. ولا اقول لك مش مشكله ورينا كده نشوف ايه البيت الامن اللي ممكن نعمله عن طريق ان احنا نعمل ايرون جول. استنى بس استنى 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 اهو اهو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ البيت المتحرك البيت المتحرك ساعدني ساعدني انا اللي عملتك يا عيال. اقسم بالله بيت متحرك شوفوا عنده رجول يا وات. استنى بس انت هتفضل ماشي. امشي من تحت البيت يمكن يضربهم ولا حاجه. اوكي اتوقع كده. ايوه كده انا جواه كده انا جواه. الله الله انت ليه ضربوني انا جواه؟ لا يا كلاب يا ايها البيت ساعدني. ايه المفروض ان انا عاملك عشان تساعدني يا رب كل ده وصحاب بس ابن سلندر مان. امال لو ابن سلندر مان جاي يعمل فيا ايه؟ دول بس كده مجرد تمويه اول ما الليل يجي. شوف البيت بيتحرك والله بجد انا عايز اجربه عايز الليل يجي عشان اجربه. اوه ماي جاد يا عيال رهيب. تعالوا تعالوا انتوا ورايا
يا عم انت المفروض تساعدني يا عم، امال انا جايبك ليه؟ اوكي اوكي استنوا استنوا، ايوه اركب. ازاي بيضربوني جوه؟ ازاي انا فوق في البيت؟ والله عيال مقرفه يا شباب، عايز اشوف البيت. ماشي انا عارف عشان خاطر العيال دي كده تبطل ان هي تشوفني. حطوا لايك واشتركوا في القناه، تلاقوني انفيزبل دلوقتي. يلا حطوا لايك. مستني ايه ده بجد؟ على فكره انا عايز اشوف البيت وانتوا كمان عايزين تشوفوا البيت، فحطوا لايك واشتركوا في القناه. وهم بص اهو اهو، شوف اللي بيحط لايك بيبعده. اوكي 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 ايوه، خلينا ناخد ايرون بتاعنا ونشوف البيت بتاعنا. ايه ده في البيت؟ ايوه 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 والله ده بيت. استنوا استنوا يا عيال، هو مجلت شويه بس ده انا جوه البيت دلوقتي. اوه ماي جاد، انا جوه البيت المتحرك. جاد دايم. طب انا عايز اجربك. طيب انت بتتدمج؟ طيب استنى كده عايز اجرب اضربه. بيتدمج؟ ايوه بيتدمج والله بيتدمج. اوه ماي جاد ده حقيقي. اوه من جوه طبعا زي ما شفتوا. استنى استنى اوريكم من جوه. اوكي من جوه في شيست وفي كرافتنج تيبل وفي فرن وفي كمان سرير. متخيلين في كل حاجه انت ممكن تعملها. اوكي انا بقى عايز الليل يجي عشان خاطر اشوف ابن سلندر مان ده هيفكر يعمل ايه معايا، لان انتوا عارفين ام كامل، وكمان اكون ظبطت وضعي وبالمره نجرب البيت ده. هل انتم جاهزين؟ 3 2 1. انا مش هتجلل لوحدي. شوفوا البيت، البيت بيتخانق. استنوا بس استنوا، البيت بيتخانق والله مع الزومبي. شوفوا بيضربهم والله، بيضربهم وبيضربوه. اوه ماي جاد ده حقيقي يا جماعه، ده اللي يستاهل. ايه يا عم الزومبي وانا بنط لك بالغلط؟ شوفوا والله خلص عليهم يا عيال، بيتخانق مع الزومبي والله. جربوا شوفوا 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 اهو اهو ده هو. بس يعني شايف ان هو ما بيضربش العيال دي لان شايفهم هيومن عادي او بني ادمين عاديين، لان كده كده ابن سلندر مان هيبقى هيومن عادي بس هو شرير شويه. اوكي روح للبيت بس. طب تعال ورايا كده، تعال ورايا تعال ورايا تعال ورايا الزومبي. بص 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 البيت هيعمل فيه ايه، بص البيت هيعمل فيه ايه، بص البيت، البيت بيتحرك ناحيته اهو. شوفوا شوفوا اديله يا البيت، اديله اديله. هاي هو متارجت عليا انا ولا ايه؟ يا عم البيت ساعدني، انا اللي عاملك والله. يا رب. طب ويتعمل معايا ايه ده؟ لازم انا ابعد عنه يا شباب. اوكي طب استنوا كده. اوكي اوعى كده اوعى كده، حط لي دي كده. ايوه كلك واحده كلك واحده. ايوه لا 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 انا مش متفق على كده. اوكي انا طرت، انا طرت ولا ما طرتش؟ لا طرت 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 الحمد لله، طرت طرت الحمد لله. طب وبالنسبه للبيت ده يعني انا عاملك عشان تساعدني؟ والله انا مش فاهم، انا مش وسع كده. طلعني يا عم، طيرني يا عم، طيرني. ابوس ايدك. اه الفاير ورك مش شغاله، الفاير ورك مش شغال. وسع لي كده. اوكي يا ربي بقى الفاير ورك يا فاير ورك. ايوه استنوا نط كده. ايوه يا سلام. بس بس بالراحه بالراحه بالراحه، كل حاجه بالراحه. بس وصلت. طيب البيت فين بقى؟ اوكي استنى نجيب سباي جلاس. اوكي مش معايا سباي جلاس. اوكي انا بفكر منين بس. اوكي اوكي البيت اهو، البيت موجود. طب انا مين يساعدني؟ طيب انا مين يساعدني يعني لما انت كده، لما انت بس بتدافع عن نفسك وشاطر تقتل الزومبي، ليه مش شاطر تقتل اللي بيتكسر؟ يا عيال ده اتكسر. اتوقع ان هو محتاج ايرون صح؟ ياب ياب ياب، اتوقع ان هو محتاج ايرون عشان يتصلح. هم طب انا اساعده يا شباب ولا ما اساعدوش البيت ده؟ المفروض ان ده بيت امن يعني، والله المفروض ان هو امن، المفروض المفروض ان هو هيحتاج دلوقتي ايرون عشان يتصلح. طب انا اجيب له ايرون منين بقى؟ المفروض ان انا اجيب له ايرون. اوكي هم ممكن ادخل البيت من جوه الاقي ايرون. يا عم سيبني في حالي بقى يا عم، قرفتوني بقى والله. ما فاهم انتوا عايزين مني ايه وجايين عشان ايه ده الصوت الغريب ده؟ استنى بس استنى، الصوت الغريب ده ايه ده ايه ده ايه ده يا عيال؟ في صوت غريب. ما تقولش لا الا يكون جه. اوكي استنى استنى، اقدر اكسر البتاعه دي تديني ايرون؟ مش عارف والله، انا عايز اجيب ايرون للبيت يمكن يساعدني في ابن سلندر مان ده. كلك واحدة انشانتد. وحط رجلك، عايزك تحط رجلك يا ام كامل، حط رجلك. ايوه حط رجلك يا عم يا عم طير. ايوه بس 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 اطلع فوق البيت فوق البيت. بس 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 هنا بس زي ما انت هنا. دلوقتي انا عايز اعرف حاجة، انا جايب البيت عشان يساعدني ولا يساعد نفسه؟ والتانيين طلعوا لي فوق. هم يبقى ابن سلندر مان جه، ابن سلندر مان جه. انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ هو ده ابن سلندر مان يا شباب، والله هو. المشكلة اللي انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب اروح له طيب واقول له ان انا بعتذر لك بقى وكده وخلاص ونحل الموضوع ده، ولا البيت ده اروح اجيبه؟ انا مش فاهم اعمل ايه. طب ما المشكلة ان البيت اللي انا جايبه يساعدني البيت راح فيها اصلا. اوكي اوكي
اعطيني الدروع بس دي كده، وسع كده وسع كده يا عم، وريني كده الدروع دي. لا لا هات هاتها، دي نوع تاني من الدروع. هات رجع كده تاني، رجع تاني. لا 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 مش عايز دي، مؤكس دي. لا ايوه هي دي. اوه 14 دامج، حلو حلو. اديني بقى وسع كده، انت بتكتب ايه بس؟ اديني ايوه دول بقى كده البسهم. لا لا تعالي تعالي يا عم، اطلع لي اطلع لي. مش انت مش انت والله مش انت. اوكي يا عم والله ما انت كمان، اديني بس ده. ايوه اخر واحد اخر واحد. ايوه يا عم هات هات بس كده، اقول لك هات كل حاجه معاكو، هات وانا انا هقلبكو كلكو، انا هقلبكو. وهات اللي هات ايوه. ودي اتوقع هترجع لي تاني لو حذفتها صح؟ استنى احنا لازم نجربها. لا ايه ده؟ هي ما بتتحذفش اصلا. ايه اشمعنى انا؟ امشي يا عم ارمي يا عم، ولا تتحذف ولا تتحذفش. ايه يعني؟ اوكي عايزين بس السيف، خدت السيف؟ ليتس جو ليتس جو يا عيال، دروع ومظبط اللي في الشيستات هنا دي. اغراض بس مفيش موارد صح؟ في موارد، في ايرون؟ لا فيش ايرون. اوكي اورنج شاركر بوكس ومش عارف ايه، اتوقع الشاركر بوكس ده مش هيبقى فيه حاجه صح؟ خلينا نشوف. فهمش حاجه، فاضيين يعني في كل حاجه. السلام عليكم السلام عليكم السلام انت اللي جابك هنا يا عم انت. اوه ماي جاد، انا طلعت تقريبا فوق خالص. ففوق خالص ده هو فين؟ قول لسه موجود هناك في القريه. طب بصوا بقى، لان انا عشان اعرفكم ان انا ما بخافش تمام. اوكي يلا بسم الله نتكل الى الله والسلام عليكم. لو رحنا في... لا 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 تير 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 تير. ايوه بص اسمع يا ابن سلندر مان، اسمع اسمع ما تجيش، اسمع اسمع اسمع، استنى بس استنى. طب اسمع اوعى يا عم، اللي معاك دول صحابك. انا يا عيال يا عيال بيدمش جامد. او ماي جاد او ماي جاد، طب اعمل له ايه ده؟ اعمل له ايه؟ عم ابعد عني يا عم، يا عم ابعد عن موتو يا عم، موتو موتوا اصلا. النهارده هموتكوا يعني هموتكوا. انا عايز اموت ابن سلندر مان، هو اهم واحد، هو اهم واحد، هو اللي بيدمج جامد. هو الدروع اللي معاه قويه جدا على فكره، بس دي ما تمنعش ان هو اقوى يا شباب، ده ابن سلندر مان. يا عم موت يا عم، عمتوني انا مش شايف اي حاجه. بس برضه مش هسيبكم مش هسيبكم والله ما هسيبكم، انا عايز ابن سلندر مان. اوكي في واحد مات؟ لا ما ماتش ما ماتش ما ماتش، افتكرته مات، قلت يبقى التانيين خلاص. لا لا هموت هموت انا. اوكي كلت جولد يا عيال، دول كسروا دروعي. برضه مش هسيبكم. ذا جاد كيلر، ذا افضل قاتل يا شاب ده. تعال 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 مش هسيبك والله ما... يا عيال ما بيموتش، طب اعمل ايه طيب؟ بصوا انا لازم احبسه، ايوه لازم احبسه، اصل ده مش هينفع معايا. خلاص 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 يا حبيبي سيبني في حالي، سيبني في حالي يا حبيبي سيبني في حالي، خليني اهرب. يما يما دول ورايا، يما ابن سلندر مان يما. اوكي عايز اكسر اي واحده من دول وانط كده. ايوه يا سلام عليك. بص بقى لازم احبسه تمام، اوقعه في الميه، ايه رايكم؟ بس اتوقع فكره اني اوقعه في الميه دي هتبقى صعبه، لو وقعته مش عارف يطلع. اوكي حلوه تمام، تعالى اطلع لي، تعالى خش لي خش لي. ايوه تعالوا ورايا انزلوا لي الميه، شفتوا المفروض ايوه في اي حاجه. ايوه واحد وقع. اوكي اللي وقع مش عارف يطلع تمام، حلو قوي. اوكي لا لا جولدن ابل جولدن ابل بليز. انتوا ايه عشيره ولا ايه؟ اوكي طب انا هنزل في الميه، انا هنزل في الميه. اوكي اتوقع ان انا اسرع في الميه، مفيش حد فيهم كده يوقع التاني بالغلط. اوكي استنى انا هستنى حد واحد فيهم يوقع التاني بالغلط. ايوه شوفوا بيوقعوا بعض، فهم ايه عاملين نفسهم اذكياء وهم اغبياء اصلا. تعال تعال اوه ضربني 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 يا عم، اوقع بقى يا عم يا عم، اوقع بقى واسيبوني في حالي يا عم يا عم، دراعي اتكسرت يا عم. تطلع تطلع ورايا تطلع ورايا، طب تطلع ورايا طيب، طب تطلع ورايا طب تطلع ورايا، طب طب ايه طب ايه طب ايه، انا خلاص اتكسرت والله اتكسرت. هاي بروح فين منهم يا شباب، بروح فين منهم؟ او ماي جاد يا عيال خراب جاد، دي سلندر مان. لا حط رجلك حط رجلك بقى والنبي حط رجلك، طير 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 يا عم. قتلني يا عيال، ده بعمل فيه ايه؟ مجنون مجنون، مش عارف المسه مش عارف المسه حرفيا، وقوي جدا. يا رب على البيت الامن اللي انا جبته، يا رب ده طلع بيض 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 بيض, بيض كده يا شباب، اقسم بالله هتلاقوه واقف هنا ولا بيعمل اي حاجه في دنيته، اقسم بالله. حتى بصوا اهو المفروض ان انا جايبه عشان يحميني، غبي والله عصبني. انت عصبتني انت عصبتني وانا اللي هقتلك.
انت اللي عصبتني وانا اللي هقتلك. والله اقتلك. موت. ايوه موت. قتلته. والله قتلت البي. والله قتلت البي. يستاهل. والله يستاهل. بيت متحرك ايه وبتاع ايه بس. يعني ده طلع باتنين جنيه. اصل مش معقول يعني كامل هجيب بيت باربعة ايرون زي بيت مش عارف بكام ايرونة. اوكي ده السيف بتاعي. بس ده جه منين معرفش. انت هنا؟ انت هنا ولا ده مش هو؟ لا ده مش هو. ده مش هو. ده ولد. ده ولد عادي. التاني ابن سلندر مان لابس نفس اللبس بتاعه. لابس نفس اللبس بتاعه. انا بحاول بس ان انا اجري من هنا. اوكي اوكي انا عرفت اللي المفروض يحصل. لا ما لو هيقعد يتشقلبلي في الجو انا عايز اعرفه ان انا مكمل. ولا يفرق معايا بيت امن ولا مش بيت امن. ولا بيت متحرك ولا مش بيت متحرك. تعالوا اتجمعوا لي بقى كده. يعني ايه يعني ان شاء الله تبقوا متجمعين عند النبي كده. اتجمعوا لي. تعالوا كده. ايوه يا سلام يا سلام. بيت امن ايه وبتاع ايه. مفيش بيت امن اكتر من ان مكابل هيعمل اللي هيعمله ده وهيخلص عليهم كلهم. اوكي انا انتوا اكيد مش مستوعبين انا قاعد بعمل ايه دلوقتي. بس انا بعمله ده كله في مصلحه. لا استنى. طب اقسم بالله وربنا وربنا هتجنن وربنا يا هلا هتجنن يا هلا. اعمل ايه طيب ما عمالين يقتلوني. اوكي مش مشكله مش مشكله مش مشكله مش مشكله. كله تحت السيطره. اهم حاجه نجيب بس واحده من دول. اوكي بس لحد يجي بس ورايا. ايوه حطها هنا. تمام. لا تاني بالراحه 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 بالراحه. الموضوع سهل وبسيط اهو. وشعل 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 الام كامل وشعل اللي اطلع اطلع. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. راحوا فيها راحوا فيها راحوا فيها. وصلت هناك وصلت هناك. راحت لهم راحت لهم راحت لهم. قتلت يا شباب يا عيال. ايزي يعني والله العظيم عايز اقوى من كده. وشكرا على فكره ان في بيت امن اكتر من كده لانه ما طلعش بيت امن. طلع بيت متحرك بس كده وبيدافع عن نفسه ما بيدافعش عن اللي عمله اصلا. فطلع بيض الصراحه شيء. فبس يا قصه المقطع. اتمنى يكون مقطع النهارده عجبكم. ما تنسوش تدعمونا باحلى لايك وتشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين. وصل المقطع ده كمان عدد لايكات. وابن سلندر مان اعرف ان انت قد كده. لا كده كمان يعني اقل شويه. فبس شكرا لك على خير لايك. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك بتاعكم الجميل. وبس تيك توك والفيسبوك. وخش السيرفر في الديسكورد هتلاقوه موجود تحت في الديسكريبشن. وبس سلام سلندر شاب. مش مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. مش مليون احنا سوا عيله مش جمهور بيكو بنصنع المتعه بنعمل من الضحكه فنون. مش مليون.